وعليكم السلام، أهلين دكتورة. كيف كان الكويز يا شباب؟ الحمد لله منيح. أنا شفت العلامات، إجمالاً العلامات كويسة، كثير في ناس جايبين 5 من 5. في حد أي عنده أي تعليق بالنسبة للكويز؟ طيب كويس، إذا محدش عنده تعليق معناها خلينا نبدأ بالمحاضرة. دكتورة يعطيك تفضل. العافية. عفيك. دكتورة، بيصير آخر إشي لما نخلص المادة نعمل الكويز الزيادة وتحسبي لنا أول أعلى 4 مثلا؟ بشوف يا لوجين، بشوف إن شاء الله. أوكي، شكرا. هلا شير سكرين. طيب المرة الماضية كنا بدأنا ب chapter 12 وقلنا إنه chapter 12 هو عن spread spectrum techniques، و قلنا إنه الشروط الثلاثة اللي لازم تتوفر في السيستم تبعي عشان أقول عنه إنه هو spread spectrum system. طيب و قلنا من أهم الابليكيشنز اللي إحنا بنستخدم spread spectrum technique عندنا في الترانسميشن إنه عشان إنه يعني to protect the signal against any jamming signal موجودة في الشانل. طيب وبلشنا ب إنه بدنا نبين إحنا example، كان الهدف منه إنه نبين إنه عملية spread spectrum systems بتبين الفائدة تبعتها مش بشانل فيهاش يعني بس شانل فيها نويز ما فيهاش جامرز. هون ما راح نلاحظ انه في اي امبروفمنت على السيستم اذا استخدمنا سبريد سبيكتروم، وبينا هاي الشغله. لكن الامبروفمنت اللي راح نشعر فيه هو لما نستخدم سبريد سبيكتروم سيستم ب شانل فيها جامر بالإضافة للنويز في عندنا جامرز. فهذا لسه ما تحدثنا عنه، ورح نشوف إنه كيف لما بيكون عندي جامر وكيف إني بستخدم spread spectrum system كيف إنه أنا بحصل على improvement كتير كويسة بالperformance تبعي. طيب هلأ هون السيستم تبعي الفريكونسي سبيكتروم في موجود عند 3 سيجنالز في الفريكونسي سبيكتروم. السيجنال الاولى اللي هي الجي اوف اف اللي هي السيجنال تبعتي اللي بدي اعملها ترانزميشن ثرو ذا شانل، و عندي سامعيني شباب؟ دكتور سامعيني. بعدين اذا عندي السيجنال الجي اللي هي الجي اوف اف او يعني بالتايم دومين اللي هي نفسها الجي اوف تي اللي هي السيجنال تبعتي اللي عملها ترانزميشن. عندي برضه النويز الاديتيف وايت جاوشن نويز اللي هو قلنا السبكترال دنسيتي تبعه ثابت من ماينس انفينيتي للانفينيتي، مقداره ان نود وات بير هرتز. وعندنا شيء العنصر الثالث الموجود هون في هاي الرسمه هي المستطيل هذا اللي هو بيمثل لي السبكترال دنسيتي للجامر اللي بحاول يخترق السيجنال تبعتي. فهذول الثلاثه موجودين عندي بالشانل، وعندي الجامر السبكترال دنسيتي تبعت الجامر هي بتساوي فعليا التوتال باور اللي هي جي التوتال باور اللي حطها الجامر في السيجنال تبعته مقسومه على
الباندويث اللي هي اللي بده يعمل عليه جامينج، اللي هو الباندويث نفسه تبع السيجنال. فالباور سبيكترال دنسيتي للجامينج سيجنال هي الجي نود برايم بتساوي الجي باور مقسومه على الباندويث اللي بده يعمل عليه الجامينج. هذا الكلام كله بيفور سبريدنج، احنا هون بعدنا ما عملنا سبريد سبيكتروم سيستم. اوكي طيب، هلا الخطوه الثانيه هون يا شباب هو انه بدل ما ننقل السيجنالز زي ما هم هون مبين عندي بدنا نعملهم سبريدنج. عشان نعملهم سبريدنج ضربنا كل الاشي اللي هون ضربناه ب ضربناه بالسبريدنج سيجنال. اوكي او خلينا عفوا مش كل اشي بس ضربنا الجي اوف تي اللي هي السيجنال اللي انا بدي ابعثها بس هي لحالها ضربتها في الجي عفوا ضربتها بالسبريدنج سيجنال. هلا لما ضربت الجي اوف تي بسبريدنج سيجنال راح اللي راح يصير انه السيجنال باور هي ثابته، فكانت هون عندي كل السيجنال باور مركزه بباندويث مقدار دبليو. لما ضربتها بسبريدنج سيجنال نفس الباور للسيجنال انتشرت او امتدت على دبل على باندويث عالي جدا مقدار دبليو اس اس. اوكي فما انه الباور نفسها ما زدناها فبنتوقع انه السبريد سبيكتروم تبع السيجنال شو ماله ينزل لتحت، الارتفاع او الماكسيمم باور سبيكترال دنسيتي في الجي اوف تي في السيجنال جي اوف تي راح يقل لانه انا عندي باور معينه قيمه ثابته وزعتها على باندويث اعلى، فالمنحنى اكيد راح ينزل بهذا الاتجاه. ماشي النويز نفس الشيء، النويز حيظل موجود بنفس الكميه او يعني بنفس الباور سبيكترال دنسيتي اللي هي مقدارها النود. بصفي انه شو اللي راح يصير بالجامينج سيجنال. اوكي هلا الجامينج سيجنال انا ما بقدرش اتحكم فيها، هي جايتني من سورس خارجي. اوكي فلما انا السيجنال تبعتي اللي هو مديتها على باندويث عالي جدا اللي هو دبليو اس اس نزل، قلنا المنحنى تبع الباور سبيكترال دنسيتي تبعها نزل لتحت. هلا الجامر الشخص اللي بده يخترق السيجنال عنده خيارين عشان يخترق السيجنال تبعتي. ماشي الخيار الاول يا شباب انه بدنا نفترض انه الجامر بده يعرف ال دبليو اس اس بده يعرف قيمتها اللي هي سبريد سبيكتروم باندويث، بده يعرف قديش هو مثلا 10 ميجا هرتز 20 ميجا هرتز 100 ميجا هرتز وات ايفر يعني. فالخيار الاول انه يعمل جامينج على السيجنال تبعتي، الخيار الاول انه يبعث السيجنال الجامينج سيجنال تبعته يبعثها بحيث تعمل انترفيرنس مع السيجنال الجي اوف تي على كل الباندويث اللي هو الدبليو اس اس. ماشي هذا هو الخيار الاول. فبهي الحاله كونه الجامر باور هو يعني بالنهايه جامر باور يعني له كميه باور معينه، يعني مش راح يضل يزيد الباور بلا حدود، في باور معين بده يحطها بالجامينج سيجنال تبعته. فهي الباور فهي الجامينج سيجنال اذا راح يعني وزعها على كل الدبليو اس اس عشان يخترق السيجنال، فبهي الحاله راح يكون باور سبيكترال دنسيتي تبعته قيمته صغيره لانه هو الباور اللي تحت المنحنى نفسها الباور اللي في المنحنى اللي فوق اللي هي هاي. فاول شيء كان الباندويث اللي بده يخترقه هو دبليو، فكان باور سبيكترال دنسيتي له قيمه عاليه. ماشي لكن لما خلى الجامينج سيجنال تبعته تشتغل على باندويث اللي هو سبريد سبيكتروم باندويث، في هاي الحاله الباور سبيكترال دنسيتي القيمه تبعته نزلت. ماشي فبهاي الحاله راح نلاحظ انه اللي هي الباور سبيكترال دنسيتي تبع السيجنال الجي اوف تي حيكون اكبر من الباور سبيكترال دنسيتي تبع الجامينج سيجنال. فبهي الحاله بيكون يعني في فرق كبير واضح بين السيجنال باور والجامر باور. فبهي الحاله الريسيفر عندي
رح نشوف طبعا الريسيفر شو بيساوي عشان يقدر يخترق او يقدر يعمل ريكفري للاوريجينال سيجنال اللي هي الجي اوف تي. طيب اذا نرجع نكمل هون انه الجامر الخيار الاول بالنسبه للجامر انه يعمل جامينج على كل السبريد سبيكتروم باندويث، وبهي الحاله بصير باور سبيكترال دنسيتي للجامر هي عباره عن الجامينج باور اللي هو حاطها في السيجنال تبعته مقسومه على سبريد سبيكتروم باندويث، وبالتالي هاي الجي نود او جي نود اللي هي الباور سبيكترال دنسيتي الجديده حتكون اقل من الجي، حتكون اقل من الجي برايم اللي حسبناها فوق، ماشي؟ لانه باندوث عندنا في سبريد سبيكتروم باندوث كثير اكبر من الدبليو. طيب الخيار الثاني بالنسبه للجامر انه لما بده يعمل انترفيرنس او يخرب على الجي سيجنال جي اوف تي انه بدل ما يعمل جامينج على كل السبريد سبيكتروم باندوث يعمل جامينج على جزء بسيط من السبريد سبيكتروم باندوث، لنفترض انه نفس الباندوث الاصلي اللي كان مثلا عامل عليه جامينج بالبدايه، فلو بده يعمل جامينج على الجزء فقط من السبريد سبيكتروم باندوث فبهي الحاله الجامينج باور سبيكترال دنسيتي حتكون تقريبا بتساوي السيجنال باور سبيكترال دنسيتي، بس بهي الحاله انه الجامينج باور مركزه فقط في جزء معين من السبريد سبيكتروم باندوث، باقي الاجزاء من السيجنال مش معمول عليها اللي هو جامينج، ماشي؟ وبهاي الحاله طبعا قلنا هون الباور سبيكترال دنسيتي بالنسبه للجامر بتساوي الجي على الدبليو اس اس، لكن في الحاله الثانيه الحمد لله رب العالمين، في الحالة الثانية الـ power spectral density بالنسبة للجامر هي جي نود هاي مقسومة على رو، والرو هو فاكتور معين بيروح من الصفر والواحد وبيمثل لي الجزء أو النسبة من التوتال باندويث النسبة اللي احتلها الجامر، فمثلا هون عندنا إذا كانت الدبليو بتساوي عشر الدبليو اس اس فانه الرو مثلا هون في هاي الحاله بتساوي عشر، فبصير باور سبيكترال دنسيتي في هاي الحاله مقارنه بالحاله الاولى هاي بتصير الحاله الثانيه خلينا نسميها جي نود 2 حتكون بتساوي 10 تايمز الجي نود اللي هي هاي اللي في الحاله الاولى، فمره ثانيه الرو هي كسر بمثل لي النسبه من الدبليو اللي نسبه الدبليو بالنسبه للدبليو اس اس. طبعا اي خيار انه يختاروا الجامر اللي هي الحاله الاولى ولا الحاله الثانيه بحاله السبريد سبيكتروم سيستمز بيعتمد على هو يعني على الاناليسز اللي هو بيشوفه، بس الحالتين مستخدمين ما فيش يعني خلينا نقول حاله يعني 100% احسن من الثانيه. فهون بنلاحظ انه لو قارنا هاي الحاله الحالة الأولى اللي هي كانت فيها بس نويز، لاحظ أنه هون إحنا استفدنا من عملية spread spectrum system، قللنا من أثر الجامينج على السيجنال، أو قللنا من في الحالة الأولى قللنا الباور سبيكترال دنسيتي بالنسبة للجامر بالنسبة للسيجنال باور سبيكترال دنسيتي، لكن بالنسبة إذا كان عندي ما في جامينج في السيستم عندي فقط نويز فأنا مش راح أشعر في أنه بالimprovement أبداً في حالة النويز لحاله. هي هاي الحالة تحدثنا عنها بالمحاضرة اللي راحت. طبعا هلا الحالة الثانية اللي هي قلنا عنها انه الجامر ممكن يختارها اللي هي هاي الحالة يا شباب، انه قلنا انه الجامر هلا الجامر قلنا انه المعلومات اللي موجودة عنده انه بيعرف الفريكونسي اللي شغالة عليه السيجنال، بيعرف السبريد سبيكتروم
الباندويث اللي ممكن السيجنال تشتغل عليه، فهو بيعرف الـ W هاي وبيعرف الـ WSS، هاي المعلومات اللي بيعرفها. لكن التوزيع الحقيقي للـ Power Spectral Density للسيجنال تبعتي ما بيعرفه الجامر. فهو مثلا في هاي الحالة إذا اختار إنه مثلا ما بدي يوزع الانترفيرنس تبعه أو الجامينج تبعه على كل Spread Spectrum System، بدي يوزع على جزء معين فقط من Spread Spectrum System، فهو بالضبط مش عارف كيف توزيع Power Spectral Density تبع السيجنال هون. إحنا هون حاطينه يعني بحالة typical يعني case، بس هو ممكن الـ Power Spectral Density مثلا تبع السيجنال يكون إشي مثلا زي هيك، يعني ما بنعرفش التوزيع الحقيقي للسيجنال. فالجامر كمان ما بيعرف، فالجامر ممكن مثلا يقول أنا بدي أختار الجزء هذا من الـ Spread Spectrum System وأعمل عليه جامينج. هلأ ممكن هذا الخيار بالنسبة للجامر يكون كويس أو ممكن يكون مش كويس. هلأ متى بيكون خيار الجامينج تبع الجامر متى بيكون كويس تتوقعوا، أو متى بيأثر على السيجنال بشكل كبير؟ الجامر يا شباب هدفه بالنهاية أنه يخرب على السيجنال تبعتي، ف خياره كويس، خيار الجامر بيكون كويس متى؟ إذا مثلاً قدر إنه يخترق مثلاً جزء من السيجنال، فرضاً خلينا نقول اخترق هذا الجزء من السيجنال، ماشي؟ اللي هو مثلاً فيه باور عالية، فإذا اخترق هذا الجزء من السيجنال مثلاً بنقول إنه الجامر عمل خيار كويس، ماشي؟ لكن مثلاً خلينا نفترض إنه مثلا نفترض بشكل معين انه الباور سبيكترال دنسيتي تبع السيجنال هو زي اللي موجود باللون الزهري، واجا الجامر تبعنا اختار يخترق هذا الجزء من السيجنال، ماشي؟ فهون اذا اخترق هذا الجزء من السيجنال فعليا هذا الخيار بالنسبة للجامر مش كتير كويس أو مش كويس بالمرة. ليش؟ لأنه هو اخترق جزء من السيجنال، الباور فيه جزء أقل من 5% من التوتال باور للسيجنال، وبالتالي لو اخترق هذا الجزء أنه أنا على الريسيفر مش راح أحس بتأثير الجامر أصلاً، لأنه معظم أكثر من 95% من السيجنال باور مركز في هذا الجزء، وبالتالي مش كثير الجامر هون أثر علي وعلى السيجنال تبعتي، ماشي؟ فاللي هو هذا الخيار اللي هو إنه الجامر يخترق فقط جزء من الـ spread spectrum bandwidth، هذا الخيار ممكن يكون ناجح بالنسبة للجامر إذا اخترق جزء فيه باور عالية، ماشي؟ لكن ممكن يخترق جزء فيه الباور قليل وبالتالي ما يكون الخيار تبعه كويس، ماشي؟ فهو بالنهاية مش مضمون، يعني إنه الجامر في حالة spread spectrum systems مش مضمون إنه يقدر يحقق التارجت تبعه هو إنه يخترق السيجنال بطريقة فعالة. طيب إذن هذا بالنسبة لمقدمة سريعة خلينا نقول عن الـ Spread Spectrum Systems وكيف إنه هي الـ Main Application تبعها، وخلينا نقول المحفز الأساسي كان اللي يعني من خلاله إنه المحفز الأساسي اللي من خلاله نوجد موضوع الـ Spread Spectrum Systems هو كان عشان إنه إحنا to protect the signal against any jamming signals، طبعاً intentional jamming signals. يعني إحنا في هلا في فرق بين إنك تقول intentional jamming وإشي عشوائي. هلا الجامينج ممكن أنا يحصل بشيء بطريقة يعني طبيعية أو عشوائية في الشانل، مثلاً ممكن تكون من مالتي باث شانل يصير فيها جامينج، لكن هذا الجامينج غير متعمد، يعني هو عفواً.
طيب فالجامينج ممكن يكون مش متعمد، زي ما قلنا انه مثلا مالتي باث سيجنال، انه السيجنال نفسها تمر بمالتي باث شانل، وبالتالي يوصل عندي على الريسيفر اكثر من نسخه السيجنال، وبالتالي السيجنال نفسها مع نفسها تعمل انترفيرنس غير مقصود، ماشي. لكن في ابلكيشنز معينه بيكون، وقلنا اكثر شيء اللي هي التطبيقات العسكريه اللي بيكون فيها intentional jamming signals او intentional jamming sources، اللي بتكون مصادر يعني اختراق متعمده ومرصوده بالنسبه للسيجنال. فهون احنا بنشوف انه الابلكيشن اللي هو spread spectrum techniques بدات عشان to protect the signals against اللي هي intentional jamming signals. Okay. طيب هلا اذا خلينا نحط هون نلخص اربع نقاط بتبين لي اللي هي الادفانتجز الاساسيه اللي احنا بنحصلهم من السبريد سبيكتروم سيستمز، او بطريقه ثانيه نقول الابلكيشنز اللي احنا بنطبق فيهم السبريد سبيكتروم سيستمز، ماشي. الطريقه او الهدف الاول قلنا انه الهدف الاول اللي هو الانترفيرنس سبريشن بنفيتس، واللي هي اللي تحدثنا عنها من بدايه الشابتر لحد هون، اللي هي قلنا انه البروتكشن اجينست الجامينج او البروتكشن اجينست الانتنشنال انترفيرنس، فهي تحدثنا عنها، واللي هي عمليه انه يعني اقصاء او اخفاء اي محاولة جامينج بتكون عندي في الشانل. الابلكيشن الثاني سبريد سبيكتروم تكنولوجي هو الانرجي دنسيتي ريدكشن، ماشي. هذا الابلكيشن انرجي سبيكترال او الانرجي دنسيتي ريدكشن، انه احيانا انت بدك تعمل ترانسميشن لسيجنال معينه، بس هاي السيجنال بدك يعني تخليها تمر خلال الشانل بالمينيمم اماونت اوف باور بوسيبل، يعني بديش احط باور اكثر من اللازم، بدي بس الباور اللازم لنقل السيجنال من ترانسميتر للريسيفر. وهذا بسموه ببعض الابلكيشنز بسموه اللي هي لو probability ديتكشن ابلكيشنز او لو probability اوف انترسبت، اللي هو ما بدنا ينحس انه يعني other receivers، يعني ما بدي other receivers انها تحس بالسيجنال تبعتي انها مرت في الشانل. فعشان هيك بنقولها باقل كميه باور ممكنه، بحيث انه ما يتم الاحساس فيها باي other communication systems موجوده في النيبرهود او موجوده بالمنطقه اللي فيها الريسيفر. طبعا هاي ابلكيشنز كمان ممكن يكون منها جزء كبير ابلكيشنز عسكريه، انه احنا ما بدنا نحس انه في سيستم شغال. يعني مثلا انت ممكن تفتح الراديو تبعك على الاف ام، تشوف المحطات مثلا محطات معينه تقلب بينهم، لكن مثلا بين محطه ومحطه وانت قاعد تعمل سيرش او سكاننج بالراديو، بتحس انه في مثلا جاي محطه معينه بس مش واضحه، يعني بتحس انه بيجي صوت المذيع وبيروح بيجي معاه تشويش، فانت عارف انه الراديو تبعك مش قادر يمسك المحطه، بس بنفس الوقت انت عارف انه في محطه مثلا بين 95 و8 ل 93 و2، عارف انه في محطه معينه بس انت مش قادر تمسكها بوضوح، فانت عارف انها موجوده، ماشي. او عارف مثلا لك اذا انت بالسياره ماشي بين محافظه ومحافظه، تعرف انه مثلا طلعت من اربد مثلا على تردد 94.1 فرضا ميجا، انه كنت شغل مثلا تسمع عليها محطه او ما كانش عليها محطه، لما كنت في اربد 94.1 ما كان عليها اي يعني ريسيفد سيجنال، مثلا تحركت باتجاه
باتجاه مثلا بدك تروح على أم قيس، راح تلاحظ بس تطلع من إربد لو خليت على 94 وواحد، راح تلاحظ مثلا كل ما قربنا فرضا من أم قيس أو يعني رحنا للشمال بشكل أكبر، راح تلاحظ إنه في سيجنال قاعدة بتوضح مع الوقت على المحطة 94 وواحد. فبالتالي أنت يعني قدرت إنه تشعر بهاي السيجنال لما غيرت المكان تبعك. ليش؟ لأنه أنت مثلا لما كنت في إربد كنت بعيد عن المحطة، يعني بعيد بحيث إنه الباور ما بتوصل لمنطقة إربد، لما رحت مثلا باتجاه الشمال أكثر صارت الباور بتصير عندك على الراديو ريسيفر تصير أكبر، وبالتالي قدرت تستقبل سيجنال على 94 واحد. فهي الفكرة أنه لما زادت الباور أنا قدرت أني أشعر بالسيجنال على الريسيفر تبعي. لا هلا في هذا بالنسبة إذن للكوميرشال راديو أبليكيشنز، لكن في أبليكيشنز معينة أنه إحنا ما بدنا نشعر بوجود السيجنال. يعني مش أنه مثلا أنا حطيت يعني انه اكون مثلا قاعد ببث انا على محطه 93 ميجا هرتز مثلا ماشي بالسياره مثلا باتجاه الشمال، في اربد ما كانش في سيجنال على 93 ميجا هرتز، وكمان لما ضليتني امشي بالسياره باتجاه الشمال برضو ما استقبلتش سيجنال. ليش؟ لانه السيجنال مش يعني مش مصممه انها توصل لاي حدا عنده الفريكوانسي او عنده الباور، يعني كم وصلت زادت الباور عن كمية محددة، إنه إحنا بدنا إياها توصل بس ل applications معينة أو receivers معينة، ف بنشغلها على المينيمم باور بوسيبل إنها توصل اللي هي توصل السيجنال للريسيفر اللي إحنا بدنا إياه، وبالتالي هاي بسموها low probability of intercept systems اللي هي ما حدا بيقدر يعني يعني يلتقط السيجنال يعني بكل الظروف. فبهاي الابلكيشنز بنستخدم السبريد سبيكتروم سيستمز بحيث انه الباور بالسيجنال تبعتي اللي انا بدي اعملها لو probability of intercept الباور اوزعها على سبريد سبيكتروم سيستم او سبريد سبيكتروم باندوث، وبالتالي اقلل الباور سبيكترال دنسيتي بشكل كبير بحيث انه ما حدا يقدر يستقبل او يحس بوجود هاي السيجنال عنده يعني على الريسيفر تبعه. وراح نشوف كيف انه في هاي الابلكيشنز بس الريسيفر اللي انا بدي اياه هو الوحيد اللي بيقدر انه يستقبل السيجنال هاي المبعوثه له حتى لو كانت الباور تبعتها as minimum as possible. بس ريسيفر معين او ريسيفرز معين بتقدر تستقبل هذا السيجنال، والاذر ريسيفرز ما راح يشعروا بوجودها اصلا. فبالتالي اذا قلنا في هاي low intercept او low probability of intercept applications عندنا اي واحد بيستقبل هاي السيجنال اللي هو خلينا نقول الريسيفرز اللي مش intended receivers، يعني مش الريسيفرز اللي احنا بدنا اياها، اذا استقبلت هاي low probability of intercept signals راح تبين عنده كانها noise، ماشي؟ ما راح تبين عنده signal لها معنى. طيب هلا الابلكيشن الثالث بالنسبه للسبريد سبيكتروم تكنيكس هو الفاين تايم ريزوليوشن. Fine time resolution. هلا يا شباب شو علاقة الباندوث بالتايم؟ يعني كل ما زدت الباندوث أنا عندي شو بصير بالتايم تبع السيجنال؟ شو بصير بالسيجنال بالتايم دومين؟ بتقل مظبوط. فالعلاقة عكسية بين الباندوث والتايم. فعندي انا عشان هيك عندي من الابلكيشنز الاساسيه في موضوع سبريد سبيكتروم تكنولوجي هو الفاين تايم ريزوليوشن، انه انا كل ما زدت الباندوث للسيجنال تبعتي بحصل على سيجنال التايم دومين تبعها فيري خلينا نقول اكوريت، ماشي؟ دقيق جدا. فعشان هيك
عندي أنا مثلاً بستخدمه طبعاً بالرينجينج والبوزيشن لوكيشن أبليكيشنز. فمثلاً إنه أنا بدي أقيس مسافة من منطقة معينة مثلاً من شمال الأردن لجنوب الأردن، بدي أقيس المسافة بشكل دقيق 100%. فبدل ما أبعث طبعاً عشان أقيس المسافة هاي، شو بتتوقعوا الماثماتيكال أوبريشن اللي أنا بشتغل عليها عشان أطلع المسافة من شمال الأردن مثلاً لجنوبها؟ بدي أبعث سيجنال من الشمال للجنوب، وبعدين بعد ما أبعث السيجنال كيف بدي أحسب الرينج؟ طيب الابليكيشن، خلينا نقول الرينجينج ابليكيشنز بشكل اساسي شو بتعتمد؟ انه انت مثلا بدك تحدد المسافه بين تو، يعني تو بوينتس، ماشي؟ فبتحط ترانسميتر في نقطه وبتحط ريسيفر في النقطه الثانيه، وبتبعث بلس معين له باندوث معين، بتبعث هذا البلس من الترانسميتر للريسيفر. اوكي، هلا هذا البلس سرعته شو بتساوي؟ بتعرف مين بيعرف شو سرعة الـ electromagnetic waves؟ شو سرعتها؟ سرعة الضوء. بالضبط، سرعة الضوء. فأنا هذا البلس اللي بعثته من الترانسميتر للريسيفر، أنا فعليا عارف اللي هو السرعة تبعته، ماشي؟ هلأ بصير في عنا بالspread spectrum techniques إنه على الريسيفر سايد بصير في correlation ب، خلينا نقول reference signal، رح نيجي عن هذا الإشي قدام، بس هون بنكتفي بذكر الإشي إنه على الريسيفر بيعمل correlation مع reference signal. هلا لما الreference signal، لما يعمل correlation الريسيفر، يعمل correlation بين الreceived signal والreference signal اللي عنده، رح يقدر يعرف الزمن اللي أخذته السيجنال حتى انتقلت يعني من الترانسميتر للريسيفر. هلا صار عندي الزمن اللي اخذته السيجنال، احتاجته السيجنال، وعندي سرعه السيجنال، فمنهم بقدر اعرف المسافه الفعليه اللي انتقلتها السيجنال بين الترانسميتر والريسيفر. اوكي، فهذا هو الرينجينج ابلكيشن بشكل اساسي. هلا متى بدي، هلا الابلكيشن طبعا الرينجينج ابلكيشن انا بقدر اسويه مع اي سيجنال، يعني مش شرط انها تكون سبريد سبيكتروم سيجنال، بقدر اسويه باي الكتروماجنتيك سيجنال. لكن الشيء الكويس انه لما انا بستخدم سبريد سبيكتروم تكنيك، انه البلس تبعي اللي بدي استخدمه انا او بدي ابعثه من الترانسميتر للريسيفر، هذا البلس بعمل له سبريدنج، بنشره على باندوث كثير اكبر من المينيمم باندوث اللي بيحتاجه هو اصلا عشان الترانسميشن. وبالتالي لما بعمل سبريدنج للبلس تبعي بوزعه على باندوث عالي جدا، وهذا معناه انه التايم دومين ايكويفالنت للبلس بصير هو عباره عن فيري شورت بلس، دقيق جدا بالتايم سكيلينج تبعه. وبالتالي لما انا بعمل له، لما يوصل هذا سبريد سبيكتروم بلس يوصل عندي على الريسيفر واعمل له كورليشن مع الريفرنس سيجنال، بيعمل لي حساب يعني الزمن اللي احتاجه عشان من ينتقل من الترانسميتر للريسيفر بيكون زمن جدا دقيق، يعني ما في نسبه الخطا فيه جدا ضئيله. وبالتالي عملية إنه أحسب المسافة بتطلع على درجة عالية من الدقة. فإذا إذا بستخدم spread spectrum signals بقدر أعمل ranging applications أو position locating applications بتكون على درجة عالية من الدقة. ويعني اللي هو نفس مبدأ يعني الموضوع كمان الـ GPS applications. الـ GPS applications لما بتبعث اللوكيشن مثلا تبعك، او بتبين لك اللوكيشن، او تبين لك مثلا بدك تروح على منطقه معينه في عمان بتقول لك يمين يسار كذا، كله مبني على اللي هو الرينجينج ديترمينيشن، انه بضل تبعث بلس باستمرار
وبتحسب ال يعني بتبعث بلس بين الساتلايت اللي فوق و سيجنال من الساتلايت لتليفون تبعك، فبالتالي بتظلها تحسب هذا السيجنال اللي من الساتلايت للتليفون قديش اخذت وقت، وبالتالي تقدر تحسب اللوكيشن تبعك بشكل دقيق. ف يعني هذا هو المبدا تبع الجي بي اس سيستمز. طيب طبعا هذا اللي هو الكوريليشن راح نتحدث عنه كمان بشكل يعني أعمق إن شاء الله لقدام، واللي هو طبعا إشي أساسي بأي سيستم في spread spectrum، يعني أي spread spectrum system راح نلاقي في موضوع الكوريليشن مع الريفرنس سيجنال على الريسيفر، يعني هذا واحد من أساسيات أو شروط spread spectrum systems. طيب هلا الابلكيشن الرابع بالنسبه للسبريد سبيكتروم تكنيكس اللي هو المالتيبل اكسس. اوكي مالتيبل اكسس ابلكيشنز، والمالتيبل اكسس ابلكيشنز بجوز سمعتوا فيها قبل يا شباب، اللي هي مالتيبل اكسس ابلكيشنز يا شباب اللي هي بتتيح لي الفرصه إنه أنا أعمل sharing لل communications channel بين عدد كبير من ال users، فعلى نفس على نفس ال على نفس ال frequency، فإنه إذا أنا عندي مثلاً 10 signals، هذول 10 signals بدل ما أشغلهم على 10 bandwidth مختلف على 10 bandwidths مختلفة عشان كل واحد منهم ينقل السيجنال تبعته من الترانسميتر للريسيفر، ممكن أنا باستخدام السبريد سبيكتروم تكنيكس إني أخلي هذول العشرة سيجنالز يبعثوا على نفس السبريد سبيكتروم باندويث، فيتشاركوا بنفس الفريكوانسيز وبدون ما يكون يعني يأثر على هاي السيجنالز، بحيث إني أنا على الريسيفر أقدر إذا أنا بدي كريسيفر بدي أستقبل سيجنال رقم واحد أقدر أستقبلها بدون أي تشويش، إذا بدي سيجنال رقم خمسة أقدر أستقبلها بدون أي تشويش، وهكذا بالنسبة للعشرة سيجنالز. فهذا بيتيح لي عملية إنه يعني المالتيبل أكسس بمكن لي بمكننا إنه نعمل شيرينج للفريكوانسي سبيكتروم between different users between يعني so many users. اوكي طبعا التكنولوجي اللي بتحقق لي المالتيبل اكسس ابلكيشن باستخدام سبريد سبيكتروم تكنيك هي السي دي ام اي تكنولوجي، فهي اللي هي طبعا اكيد جزء سمعتوا فيها قبل، السي دي ام اي اللي هي اختصار ل الكود ديفيجن مالتيبل اكسس. فالكود ديفيجن مالتيبل اكسس هي اللي بتحقق لي المالتيبل اكسس من خلال السبريد سبيكتروم. طيب هلا عشان احنا نشغل سبريد سبيكتروم، اذا تحدثنا عن اربع ابلكيشنز الاساسيه بالنسبه للسبريد سبيكتروم سيستمز، وعشان هسه اتفقنا انه في عندي ادفانتجز معينه انا ممكن احصل عليها بتشغيل اللي هو سبريد سبيكتروم سيستم. هلا عشان اشغل سبريد سبيكتروم سيستم عندي طريقتين. اوكي الطريقه الاولى اللي هي بسميها دايركت سيكونسينج، اللي هي دايركت سيكونس سبريد سبيكتروم، والطريقه الثانيه اللي هي بنسميها الفريكوانسي هوبينج، فريكوانسي هوبينج سبريد سبيكتروم. فإذا spread spectrum بتحقق عن طريق طريقتين، الأولى اللي هي direct sequencing أو الثانية اللي هي frequency hopping. ماشي رح نبدأ بالطريقة الأولى اللي يعني بنشغل فيها spread spectrum system واللي هي direct sequencing method،
واللي هي طبعا مبينه عندي يا شباب في هذا الفيجر. عندي هذا الفيجر بيمثل لي سبريد سبيكتروم سيستم كامل بالترانسميتر والريسيفر تبعه، ماشي؟ اللي هي دايركت سيكونس. دايركت سيكونس سبريد سبيكتروم زي ما هو مبين عندي يا شباب، اول شيء بيكون عندي داتا سورس، عندي سواء كانت فويس مسج سواء كانت داتا، اي نوع من الداتا اللي احنا بدنا نبعثها فهي بتيجيني من الداتا سورس. فالداتا سيجنال بنسميها اكس اوف تي، والداتا ريت للاكس اوف تي هي ار، ماشي؟ هلا بدخلها على ملتيبلاير، الاكس اوف تي بدخلها على ملتيبلاير. الملتيبلاير فعليا شو بيساوي؟ بيضرب الاكس اوف تي ب سبريدنج سيجنال، سبريدنج سيجنال او بنسميها سبريدنج كود. اوكي، السبريدنج سيجنال هون بنسميها جي اوف تي. اوكي، اذا الداتا سيجنال اسمها اكس اوف تي، والسبريدنج سيجنال او سبريدنج كود اسمها جي اوف تي. الداتا ريت او بنسميه مش داتا ريت، الداتا ريت بدنا نقتصره فقط على الداتا اللي هي الداتا اللي انا بدي انقلها، الريال داتا اللي بدي انقلها من الترانسميتر للريسيفر. الريت تبع سبريدنج كود بنسميه تشيب ريت، ماشي؟ تشيب ريت، وبنرمز له برمز ار سب سي اتش اللي هو ار تشيب. اوكي، اذا عندي الاكس اوف تي داتا، الداتا ريت لها ار، والسبريدنج كود التشيب ريت لها ار تشيب. طبعا التشيب ريت بدنا نعرف انه بالسبريد سبيكتروم سيستمز التشيب ريت كثير اكبر من الداتا ريت، ماشي؟ اذا التشيب ريت ماتش greater than اللي هي الداتا ريت. طيب بالتالي هلا السيجنال اللي بتطلع هون اللي هي حاصل ضرب الاكس اوف تي بالجي اوف تي، هاي اكس اوف تي مضروبه في الجي اوف تي، هاي السيجنال اللي بدها تطلع في الشانل اللي بتحتل الباندويث تبعها كان بيساوي اللي هو الدبليو اس اس اللي هو سبريد سبيكتروم باندويث، واللي هو تقريبا بيساوي تشيب ريت، ماشي؟ فلانه احنا هون عندنا قلنا بالتايم دومين العمليه الحسابيه بتصير في التايم دومين هي ملتيبليكيشن، بالتالي هاي بيقابلها في الفريكوانسي دومين انه في عندنا كونفوليوشن بين الاكس اوف اف مع الجي اوف اف. وهي عمليه الكونفوليوشن دائما في قاعده لازم تعرفوها انتم او اخذتوها في السيجنالز، انه اذا انت عندك سيجنال اكس اوف اف الباند ويث لها مثلا دبليو هرتز، وعندك سيجنال ثاني خلينا نسميها جي اوف اف اللي هي الكود سيجنال باند ويث لها مثلا دبليو جي فرضا، وعندنا الدبليو جي او خلص يعني حتى بغض النظر شو علاقتهم ببعض، بس اجيت انا عملت كونفوليوشن بينهم الاكس اوف اف مع الجي اوف كونفوليوشن مع الجي اوف اف، فانه الباندويث للسيجنال اللي بتطلع هو اذا كانت الدبليو جي اكبر من الدبليو باندويث حتساوي اللي هي دبليو جي plus twice the W. اوكي، فالباندويث يعني هو بيكون اقرب للباندويث تبع السيجنال الاوسع، ماشي؟ فعندنا هون اللي عندنا الكونفوليوشن معمول بين الاكس اوف اف والجي اوف اف، جي اوف اف الباندويث لها كثير اكبر من الباندويث للسيجنال اللي هو التشيب ريت، فالتشيب ريت كثير اكبر، فبالتالي الباندويث اللي راح يحتلوه التو سيجنالز مع بعض بيساوي اللي هو الار تشيب بلس توايس الار، والار قلنا كثير اصغر من الار تشيب، فبصير الباندويث الكلي تقريبا بيساوي الار تشيب لحالها. فهذا هي من هون اجت عمليه الابروكسيميشن. فاذا هون عندي السبريد سبيكتروم سيستم بعد عمليه الضرب بيساوي تقريبا الشيب ريت، ماشي؟ فاحنا هون فعليا هذا اول شرط من شروط سبريد سبيكتروم سيستمز تحقق، وانه الداتا ريت عندي ار، فهو بيحتاج
السيجنال الأصلي بتحتاج تقريبا باندويث مقداره R عشان تنتقل من ترانسميتر للريسيفر، لكن إحنا هون حملناها على باندويث أعلى بكثير اللي هو مقداره الشيب ريت. ماشي. طيب هلا على الريسيفر، على الريسيفر جاييني السيجنال اللي هي X of T في G of T اللي هي هاي السيجنال تبعتي اللي أنا بدي إياها، وجاييني كمان سيجنال ثانية undesired signal، قد تكون jamming signal قد تكون interference، بس هي سيجنال غير مرغوب فيها. فاللي بصير إنه على الريسيفر سايد دخل عندي X of T ضرب G of T، دخل عندي undesired signal. فالريسيفر شو بيعمل هون؟ أول خطوة بعد الأنتنة في الريسيفر هي إنه نضرب بالـ spreading code signal الـ G of T نفسها اللي اشتغلنا عليها في الترانسميتر. فهاي الـ G of T اللي استخدمناها على الترانسميتر نفسها بتكون موجودة مخزنة عندي على الريسيفر، فمجرد ما أستقبل السيجنال تبعتي بس بضربها بالكود سيجنال اللي الشيب ريت تبعها R chip. ماشي. طبعا بعد ما اضربهم بدخلهم على فلتر، الباندوث للفلتر هو نفس الباندوث للسيجنال X of T اللي هو تقريبا بيساوي R، وبعدين رح يطلع عندي على receiver output اللي هي recovered signal، او رح يطلع لي signal مشابهة تماما للسيجنال اللي انا بعثتها اللي هي X of T. طبعا هذا هو البيسك ستراكشر ل دايركت سيكونسينج سبريد سبيكتروم سيستم. اوكي، هاي هي المكونات الاساسيه. فراح نشوف طبعا ليش احنا قدرنا يعني نسترجع الاوريجينال سيجنال بس بعمليه اني اضرب بالسبريدنج سيجنال مره ثانيه على الريسيفر وبعدين استخدم الفلتر. راح نيجي لهي التفاصيل ان شاء الله فيما يعني في المحاضرات الجايه، بس انه ناكد هون عندي الانفورميشن سيجنال كانت في السيستم اللي فوق، انفورميشن سيجنال كانت اللي هي X of T والداتا ريت تبعها R bits per second، السبريدنج كود سيجنال هي كانت سميناها G of T والسيمبل ريت تبعها كان R chip، الوحده لها chips per second، واستخدمنا multiplication في التايم دومين اللي هو قابله convolution في الفريكوانسي دومين، وقلنا انه السيجنال الكومبوزيت سيجنال اللي هي عباره عن X of T مضروبه في الجي اوف تي احتلت اثناء الترانسميشن اوكيوبايد اللي هو باندويث سبريد سبيكتروم باندويث مقداره تقريبا بيساوي تشيب ريت. ماشي. طبعا وكمان رح نكمل ليش احنا على نفس الاكزامبل وعلى نفس الرسمه رح نكمل ان شاء الله ليش انه هون يعني لو كانت هاي الانديزايرد سيجنال كانت جامر او جامينج سيجنال، رح نشوف انه لما بتدخل هاي الجامينج سيجنال مع السيجنال اللي بدنا اياها يدخلوا هون ونضربهم في السبريدنج سيجنال مره ثانيه، رح نشوف كيف قدرنا نتخلص بس بهاي العمليه قدرنا نتخلص من الجامر سيجنال. ماشي. بس هذا راح نشرحه نكمله إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. أوكي، خليني أشوف يا شباب أخذ الحضور بس دقيقة. والله طيب خليني أخذ الحضور هيك وهيك بنكون أنهينا يا شباب، نشوفكم إن شاء الله next time. السلام عليكم. يعطيك العافية يا دكتورة. أهلين دكتورة. بالنسبة لكويز يوم الجمعة بالسؤال الثاني كان عندي مشكلة، السيستم ما حط لي إجابات، بعثت لك صور التفاصيل على المسنجر إذا سمحت ممكن تشوف فيهم. أنت محمد معبد مظبوط؟
بالضبط. شفت الإجابات وشفت السؤال تبعك يا محمد، اها سؤالك ما في خطأ، في الجواب موجود. بس هاي انا بس النان اللي طلعت لك هاي إنه يعني بده يا إما إنفينيتي يا إما ناقص إنفينيتي، هذا معنى النان، بس أنت كمان الجواب مش بالنان أصلا، جواب انا موجود. بس بصراحة بس شفت الاجابات هيك مكررة، حكيت اكيد انه في خطأ، بعدين لما يعني جاوبت حطيت اشي عشوائي، ولا بيحكي لي السيستم انه الاجابة الصحيحة نان برضو. الإجابة الصحيحة لا مش نان. لا بالضبط، في اتوقع عملت سكرين، خليني اتأكد. هل خلص أنا بشوفها يا محمد، خلص ولا يهمك، بشوف إذا الإجابة نان يعني بشوف، بس إجابة مش حتكون نان. فإذا الإجابة نان بدي أشوف إجابتك أنا كمان، حتى هو لو حاط لك، شوف هلا السيستم حاط لك إجابة ماشي، تمام. هلا إذا كان السيستم بيكون خطأ إنه الإجابة الصحيحة مش مرصودة بشكل صحيح على السيستم، لكن أها. إذا أنت كنت حاط جواب ثاني والجواب صحيح أنا بقى جوابك موجود عندي، ف تمام. فما اللي دخل بالسيستم بالنهاية هو الجواب بضل. أنت لما طب بتقول إنك وبالسؤال الايرور بروبابيلتي، يعني هو از مكتوب 0 بوينت وساكت، يعني هل هي 0 ولا هي اصلا رقم؟ لا زيرو، تمام. أنت عندك زيرو probability of error زيرو، فبالتالي بالسؤال محطوط بوينت 0 بس. 0.0. يعني اذا ممكن تشوفيها بعتلك اياها. خلاص أنا بتأكد مرة ثانية يا محمد، إن شاء الله يعني بخبرك بالمحاضرة الجاية. إن شاء الله. شكرا لك دكتور. أهلا أهلا.